تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، وذلك حتى نهاية يناير المقبل. يأتي ذلك مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية من السلع عبر منظومة أمان في منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة. حرصا من وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، قررت الوزارة مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير، من خلال الاستمرار في توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. احنا لينا الشرف ان احنا مشاركين في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس. السلع كلها متوفرة عندنا، الاستراتيجية ولا استراتيجية، الغذائية ولا غذائية. بنحاول ان احنا نكون احد ادوات الدولة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن البسيط، موفرين كل الكميات السلع الاستراتيجية باحسن اسعار. بحب اشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة الجميلة اللي هو عملها دي، وان شاء الله دي مش اول مره ان احنا نيجي هنا وتكون الحاجات كلها موجوده ومتوفره بكميات كبيره. الاسعار كلها يعني فيها تخفيضات وكل السلع متوفر. بسمع ان في حاجات مش موجوده، لا انا باجي ان شاء الله كميات موجوده جدا كتيره جدا، والحاجه كلها كويسه الحمد لله. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها. الوزارة ومن خلال منظومة أمان حرصت على توفير السلع بكافة أنواعها بخاصة الأساسية منها عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بكافة المحافظات بتخفيضات كبيرة في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما تم ضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ المتحركة للمنظومة المنتشرة بكافة الشوارع والميادين بالمحافظات لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من التخفيضات على السلع المطروحة، وهو ما لاقى إشادة كبيرة منهم. احنا معاك يا ريس، متشكرين جدا جدا جدا، الله يبارك لك ويخليك يا رب. الراجل ده يستاهل السلامة بمعنى الكلمة، كفاية ان هو حاس بالشعب وربنا يبارك له. المبادرة جميلة جدا جدا، واسعار الرز جميلة كويس قوي انه ب 13 جنيه. كل حاجة تمام تمام، وفي تخفيضات اهو بتنزل من كلنا واحد، وربنا يبارك لنا في الرئيس. احنا بجد بنشكره جدا بجد على الدعم اللي هو عامله لنا، لان بجد الموضوع بقى زايد قوي في الاسعار، فالمبادرات دي هي اللي عملت التخفيض في الاسعار. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. انا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. شهدت منافذ منظومة أمان المتحركة بالمحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها، في ضوء السعي الدائم من وزارة الداخلية لدعمهم في ظل المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع. سعر الرز ب 13 جنيه حاجه كويسه جدا جدا، يعني اقل من بره بكتير، يعني اول مره اشوف السعر ده بصراحه. والحمد لله متوفر اهو، وقال لي خد اللي انت عايزه. يبارك له ويخفض لنا الاسعار اهو بالمنافذ دي. ده احنا بنحبك يا ريس، وربنا يخليك لمصر، وربنا يخليك للناس الغلابه. ربنا يجازيه خير، وربنا يستره دنيا واخره. انا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحه من كتابك. المبادرة بتاعت الرئيس 100 100، بتاعت عبد الفتاح السيسي 100 100، ربنا يخلوه لنا الغلابة. مش ب 20، ب 13 جنيه على العربيات، كل حتة فيها عربيات. الدنيا بيقولوا كلها غلت وكده، لا بس هو منزل أسعار حلوة. تتكامل جهود وزارة الداخلية الاجتماعية مع جهودها الأمنية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة وبجودة عالية وبكميات تلبي متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. حاسس بالناس،
واحنا لنا غير الريس، ربنا يبارك لنا فيه. ربنا يخليك لنا يا ريس. دايما هنا شرطه وشعب. We'll be right back.